على الهاتف اللواء سمير فرج المحلل الاستراتيجي. اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير لحضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا سياده اللواء. طيب تفسيرك ايه الكلام اللي طلع قاله بايدن في المؤتمر الصحفي؟ بتقول يعني شايف هو ليه بيطلع بيقول حاجه زي كده؟ طيب هو في البدايه طبعا لازم نقول ان هو كل احنا صدمنا امبارح من هو الكلام اللي قاله لعده اسباب انا هفندها، لكن هو الحاله اللي حضرتك قلتيها من شويه هو الرئيس السيسي مش ده رئيس امريكا مظبوط. اكبر دوله في العالم. مظبوط مظبوط. زلت لسان مرعبه والبرامج بره والصحف بره احنا قلبت الدنيا على القصه دي لانه مش مركز. طبعا مش مصدقين لما تقول رئيس سيسي رئيس المكسيك وبعدين انا قلت له مش عارف يدخل ايه، فطبعا الكلام ده ضايقنا يعني. ايوه. وكانت نكته لكل العالم امبارح. تعالى بقى نتكلم على الكلام اللي حصل. نمسك الموضوع حته حته. لو حضرتك فاكره اول يوم بعد الموضوع ده ما حصل كان اول زياره لبلينكن وزير الخارجيه الامريكي لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويوم ما سياده الرئيس السيسي عمل حاجه ما اتعملتش قبل كده، ان ذاع لقاء على الهواء عشان نقفل اي حد ويزايد عن مصر. ووزير الخارجيه قال له احنا عايزين لو سمحت ندخل 50 امريكاني على المعبر يخشوا على مصر. قال له لا. قال له ليه؟ قال له لان في 2 مليون جوه عايزين ياكلوا ويشربوا فلازم ندخل المساعدات. أيوة. فدي كانت اول نقطه تقول لنا احنا اول ناس واركين ان لازم المساعدات تخش. الحاجه الثانيه احنا عندنا اكبر مشكله النهارده مع اسرائيل انهم عايزين يعملوا عمليه ترانسفير ترحيل اهالي غزه الى سيناء واحنا رافضين، وبيضغطوا على اهالي غزه عشان يروح ناحيه مصر وما يلاقوش اكل ولا شرب فيخشوا عندنا. فكان الاجراء المضاد من عندنا ان احنا نبعت لهم المساعدات، وزي ما اتقال في البيان النهارده 80% من المساعدات اللي راحت لاغالي غزه الفتره اللي فاتت من مصر، من مصر ومن قوت مصر وشعب مصر، ما حدش ادينا فلوس عشانهم زي ما بيحصل في بقيه الدول، تركيا مع لاجئين سوريا والكلام ده. احنا من دم الشعب المصري طلعنا 80% من المساعدات. وشفنا الصور كلها جميع الوحدات الهلاليه وكل حته يعني ساعدت بكده. الحاجه الثانيه اسرائيل ضربت المعبر ده 4 مرات ولما ضربته احنا صلحناه، ده 2. رقم 3 المعبر ده اصلا مجهز للافراد وليس للمساعدات او القوافل العربيات التريلات، لان كرم ابو سالم اللي تحت هو بتاع القوافل. ورغم ذلك مصر عدلت هذا المعبر عشان يسع هذه القوافل. الحاجه الثانيه بقى اللي يمكن ما حدش قالها خالص، احنا مصر عشان نمنع الناس دي انها تيجي عندنا احنا عاملين حوالي معسكر في رفح الفلسطينيه جوه يسع 250 الف بالخيم اللي احنا نصبناها عندهم جوه. ده واحد. حضرتك النهارده معظم البرامج برضو جايبه اللي هي العربيه، حتى احنا مدين خطين ميه من على خط الحدود لاهالي غزه الناحيه الثانيه في رفح الفلسطينيه. بعتين لهم خطين كهرباء، عاملين مخبزين 2 مخبز عيش طاقته بربع مليون رغيف يوميا لهم. فيمكن الكلام ده ما حدش قاله بس احنا بنقوله لان الكلام ده بيحصل. والنهارده كان احد المحطات العربيه جايبه الفلسطينيين بيقولوا احنا بنروح نحط الموبايلات عشان نشحنها في الخط اللي جاي بتاع الكهرباء اللي جاي مصر معديها من تحت السور. طيب. كل ده بيتعمل لصالح الفلسطينيين في غزه، احنا اكتر ناس من مصلحتنا. هو هل هو بيحاول يبيض صورته؟ برافو عليك. ليه بقى عمل الكلام ده؟ لان النهارده هو خسران 4 نقط بينه وبين ترامب. مظبوط. لان لاول مره المجتمع الامريكي يعني بواقف في صف مش القضيه الفلسطينيه عشان اكون دقيق، واقف في صف الشعب الفلسطيني. مظبوط. شايف انه بيتضرب والسيدات والاطفال وبيقتلوا والبقت امريكا تقول الله احنا بندفع ضرائب عشان تاكل عشان نقتل عشان تموت السيدات والاطفال الفلسطينيين. أيوة. أيوة. فاعتقد النهارده حب يقول والله ده انا بساعد. لكن لا، لو كان بيساعد زي ما حضرتك قلت في البدايه ان امنع الضرب بقى في اسرائيل تضرب بالظبط، اقول لهم لا ده انتوا بتاخدوا السلاح ما تديهمش فلوس بالظبط. فعشان كده اعتقد لا هو كان غير موفق
وكان بيعمل الكلام ده عشان يحسن هو مش مركز اصلا. ما احنا قلنا بقى الزهايمر بتاعه النهارده فعلا حقيقي هو مش مركز. اما اطلع انا اقول الرئيس السيسي رئيس المكسيك وانا قلت له مش عارف لا 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 ده رئيس امريكا، فحقيقي طبعا كان المنظر وحش. وعلى فكره يعني العالم كله النهارده كان مستاء من الطريق، يعني يمكن ربنا بيحبنا انه اخطا كمان وهو بيقول اسم الرئيس سيسي انه كان رئيس المكسيك وراح قال الكلام ده. مش اول خطا في على الاسبوع اللي فات ده غلط كذا غلطه كل يوم كذا خطا ده يجي يخش يمين يقوم داخل شمال، مع ان طبعا بتاع البروتوكول قايل له هتروح فين وهتيجي منين. طبعا لما وقع مرتين على السلم يجي حد يسلم عليه يقوم ود وشه الناحيه الثانيه. لا المنظر وحش، ولكن احنا استنى عارفه لو كانت فيها شيء من الحقيقه كنا قلنا، لكن حقيقه ابدا 80% من المساعدات اللي راحت لغزه من قوت الشعب المصري. اخيرا بعد الرأي العام العالمي اللي هو 95% منه مع الشعب الفلسطيني و5% فقط مع الجانب الإسرائيلي، بعد الرأي العام والعالمي وكل ده، هل ممكن يكون في ضغوط بشكل أو بآخر على الجانب الإسرائيلي إنه يكون في حل للدولتين أو إقامة دولة فلسطين؟ طبعا يا فندم، هو في بعد ما جت زيارة بلينكن الأخيرة للقاهرة وزيارة قصدي للمنطقة وزيارة رقم 5، هو كان جايب 4 مفاهيم. المفاهيم الاول تقليل الضرب على الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة، رقم 2 ان لازم يوافقوا على وقف اطلاق النار، 3 سرعة تبادل الرهائن، حل القضية الفلسطينية في اطار حل الدولتين. نتمنى هم دول الاربعة، واعتقد النهاردة ما يتم في القاهرة، يمكن بكرة او بعده بالكتير ان شاء الله هنسمع خبر كويس ان القاهرة لما جمعت الوفد الفلسطيني والوفد الاسرائيلي النهاردة، بكرة نسمع بقى ايقاف اطلاق النار عشان احنا داخلين على رمضان والشعب الفلسطيني ده حرامي الظلم الفترة القادمة. انا بشكرك جدا، واتمنى يا فندم تكون عندي ضيف حلقة قريب نتكلم فيه القضية الفلسطينية بشكل اكبر ونحللها ان شاء الله تحت امرك. بشكرك جدا المحلل الاستراتيجي اللواء سمير فرج.